يبدو بنيامين نتنياهو الذي أضعفته الانتخابات التشريعية في إسرائيل أفضل مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، لكنه سيتحالف في كل الأحوال مع حزب هناك مستقبل يش عتيد الذي حقق مفاجأة في الاقتراع وسيضطر لتقديم تنازلات. ويرى المعلقون أن هذا التحالف قد يدفع رئيس الوزراء إلى التخفيف من وتيرة الاستيطان والتقارب مع الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم العضو في حزب الليكود أن نتنياهو يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية وحكومة واسعة في مواجهة المسألة الإيرانية والربيع العربي والشتاء الإسلامي. وفازت كتلتا اليمين ويسار الوسط في إسرائيل بعدد متساو من المقاعد في الكنيست، كما أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية بعد فرز 99% من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء. وحصلت القائمة المشتركة للليكود برئاسة نتنياهو وحزب إسرائيل بيتنا برئاسة وزير خارجيته السابق فيكتور ليبرمان على 31 مقعدا مقابل 42 في الكنيست المنتهية ولايته. أما حزب يش عتيد الوسطي الذي أطلقه قبل سنة الصحفي السابق يائير لبيد فحل في المرتبة الثانية متقدما على حزب العمل بزعامة شيلي بهيموفيتش الذي فاز ب 15 مقعدا، ويمثل فوز حزب لبيد نصرا للطبقات الوسطى المهتمة بالقضايا الاجتماعية والمجتمعية. ويريد الحزب الذي يقدم نفسه بأنه علماني أن يؤدي الجميع الخدمة العسكرية بدون استثناء. وعبر لبيد الجديد على الساحة السياسية عن رغبته في تشكيل أوسع حكومة ممكنة، ورأت صحيفتها ريتس في افتتاحيتها أن العزلة التي قاد نتنياهو وليبرمان إسرائيل إليها أقلقت الناخبين الذين يريدون علاقات جيدة مع الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما بدلا من المساكن الإضافية في المستوطنات والتهديدات بحرب ضد إيران.